ضيفنا اليوم لا يرسم بقلم واحد بل بعشرة أقلام، الفنان الأردني الشاب عبد الرحمن السوالمي يبدع في رسم لوحات قد تبدو للوهلة الأولى بعض من الخطوط العشوائية والخربشات. الفنان الأردني الذي يعيش في إربد وشمال الأردن طبعاً يكون رسوماته بداية عبر رسم عدة خطوط، ثم يبدأ بالرسم فوقها لتتكون لوحاته بطريقة فائقة الجمال والإبداع كما نرى. نتابع. ومن إربد ينضم إلينا الرسام عبد الرحمن السوالمي، أهلا بك معنا صباح الخير. يعني تكنيك مختلف وطريقة عجيبة جدا، عايز أفهم منك يعني هذا التكنيك موجود في العالم وأنت تعلمته ولا هذا خاص فيك؟ وزي بتقدر تتحكم بعشرة أصابع في نفس الوقت؟ صدقا ما بعرف إذا التكنيك موجود يعني من قبل، بس هو نوع من أنواع الفن اسمه فن الخربشة، وأنا حاول تطور عليه، حاولت أستخدم فيه أكثر من قلم. طيب عبد الرحمن، لو تشرح لنا يعني بالعادة الإنسان لما بده يكتب أو يرسم بإيد يمين يعني في صعوبة، شو التحدي إذا كان يمين وشمال وعب عشرة أصابع مرة واحدة؟ أنا شايف إنه في جلد أنت حاطت على أصابعك، تشرح لنا أكثر عنهم، كيف عملتهم وترسم لنا كمان. الفكرة كانت بالعشوائية بالرسم. أوكي تمام، هي الفكرة كانت بالعشوائية بالرسم، إنه بيكون التركيز على أصابع معينة مثلاً وتركيز أقل على أصابع ثانية، فالموضوع هذا سهل علي. أيوة بس أنت أنا شايفة في لزقة أو يعني طريقة لتثبيت الأقلام. حاولت أطور عليها. يعني هي فكرة أنت في البداية كنت ألزق الأقلام على الأصابع. كمل. صدقا هو ابتكار. هو ابتكار، انا حاولت اطور على الموضوع وحاولت يعني كمان اطور احط جلوفز عشان يكون في سهوله بالارتداء. حلو. ويا ريت عبد الرحمن لو هلا ترسم لنا مثلا انت عم تكلمنا لحتى نشوف النتيجة النهائية خلال هذه الحلقة، وطبعا رح تكون معنا خلال الحلقة، هيكون في رسومات أكثر وأكثر. في الساعة الثانية كمان هنشوف النتائج اللي وصلنا لها من هذه الرسمة. ولكن يمكن الناس لما بتشوفك وأنت بترسم، كمل عبد الرحمن وأنا بسألك، يعني بترسم كأنه بتشخبط فعلا وأشياء عشوائية بتعملها، ولكن في الآخر بتطلع رسومات فائقة الجمال زي ما بيقولوا. إزاي يعني يعني هذه الملامح كيف تظهر في بورتري، في ملامح مهمة؟ هذه من أصعب الأمور في الرسم. هو الفكرة بالخطوط العشوائية، يعني الصورة ما بتتكون بالبداية، في البداية بتكون في خطوط عشوائية بعدين بتتكون معك الصورة، يعني الصورة بيكملها خيالك. طيب عبد الرحمن، يعني انت لما شيء بسيط وبنفس الوقت له معنى. عبد الرحمن، انت لما قررت ترسم بعشر اقلام مش بقلم واحد، شو كان الهدف بالبدايه؟ هل الهدف هيك ابتكار تميز ام شو في فكره براسك فنيه؟ الموضوع كان فيه تحدي وتطوير. وبعدين اخذك وقت في هذا الموضوع؟ كان فيه تحدي وتطوير تقريبا ممكن سنه. يعني من سنة بشتغل في فن الخربشة. طيب بحاول أطور عليه. أنت بتستخدم أقلام الحبر تحديداً، ليه اخترت هذه الأقلام؟ يمكن في فنانين كتير بيستخدموا أدوات ألوان مائية، ألوان يعني بشتى وأنواعها المختلفة، هل في فكرة معينة من هذا القلم؟ بصراحة ما في شيء مميز، بس الفكرة أنه أنا بحب هالنوع لأنه في الجامعة أنا تعلمت الرسم. يعني ما كان متوفر قلم الرصاص فتعلقت بالحبر أكثر. طب عبد الرحمن، شو عم ترسم هلأ وقديه بياخد وقت الرسمة؟ يعني مدة من الزمن.
بصراحة ما في فكرة معينة في بالي حالياً. أنا قاعد بعمل خطوط عشوائية، وفي العادة يعني الرسم بتاخذ 3 ساعات إذا كانت بورتريه شخص معين. أما إذا كان شيء من الخيال عادي ممكن ربع ساعة نص ساعة. يعني أنت تطلق العنان لخيالك، يعني مش إنه شيء مجهز في رأسك، أنت حابب إنه أنت ترسم شخص معين أو طبيعة أو منظر طبيعي، لكن أنت بتخليها تاخدك لمطرح بعيد. 100% يعني هي اللي بتقرر مش أنا. طيب حلو عبد الرحمن، بالتأكيد رح نشوف صور يعني خلال صباح العربية، وسنعود إليك بعد قليل لحد لنرى نتيجة هذه الرسمة. تطلع إيه نديم في الآخر؟ أنا شايفة لهلأ رجل عم يرسم وجه طبعا. قبل شوية كان محمد صلاح، تعتقد يكون حدا مشهور؟ أنا حاسب رجل، بس يعني عم بيقولوا لي ست هلأ ما عارفة. بيبين معنا بعد شوي، ما هي بالأساس خربشات، ما هذا الهدف يا مروة، بتبلشك خربشة والآخر بتتفاجئي برسمة ولوحة. بدأت الملامح تظهر، واضح إن هي فعلا أنا سيدة. بالنسبة لي مش عم تظهر. لا بدأت تتضح عيون. أوكي. شعر، يعني أكيد سيستمر عبد الرحمن. هنشوف من هي هذه الشخصية، أم وجه فتاة عابر، إذا حدا مشهور، بس ما أعتقد. كم من الوقت يا عبد الرحمن؟ هو وجه فتاة عابر من الخيال زي ما توقعت، مش مشهور. إلى إربد مجدداً رسام عبد الرحمن سوالمي. عبد الرحمن، أي مرحلة وصلت لها بالرسم حتى الساعة؟ نقدر نشوف صورة الشكل النهائي؟ خلصت. يلا نحن جاهزين نشوف عبد الرحمن. تقريباً أخذت وقت نص ساعة. هي رسمة بسيطة يعني، خلينا نحكي، بس إنه بتبين شو الشغل اللي أنا بشتغله. طيب خلينا نشوفها، ارفع لنا الصورة بليز. حابين تشوفوها؟ أكيد جاهزين. يلا وصلنا. من أول حلقة بنستنى نشوفها. واو. مش يعني مستحيل أول ما بدأ تقولي إنه الصورة ديتها تطلع في الآخر، مستحيل، في تفاصيل. أنا قبل فكرت رجل على فكرة. هي شخصية من خيالك عبد الرحمن؟ شخصية من خيالي، بس ما كانت موجودة في البداية. يعني هي آخر شيء كونها خيالي وقدرت أكملها. في البداية كانت خطوط عشوائية عادية، في الآخر طلعت شخصية مختلفة. طيب عبد الرحمن، هل يسهل تعلم هذا النوع من الفن؟ لو نادين حبت مثلا تطور من مهاراتها في الرسم غير الغنى مثلا، تقدر؟ بس الغنى يا مروة. 100% هو في رسالة بدي أوصلها، هو في رسالة بسيطة بدي أوصلها، إنه الإنسان قادر على إنه يتعلم يعني أغلب الأشياء بالحياة. أنا ما كنت بعرف أرسم والحمد لله تعلمت. حلو. يعني الموضوع هذا تعليم مش موهبة. في أمل يا نادين، تعلم يلا. وزي ما حكالنا أنه أخذوا سنة، فيعني الموهبة موجودة أكيد يا عبد الرحمن، يعني وموهبة رائعة. هو صار لي سنة يعني بالخربشة، أما تقريبا إلي 6 سنين من بداية في الجامعة. يعني حتى شايفين اللوحات كرسم وراك والرسمات.
وما احلى هذه الخربشه. شكرا جزيلا لك. معنا من اربد كان الرسام عبد الرحمن سوالمي. شكرا عبد الرحمن، يعطيك العافيه. عبد الرحمن دمت متالقا. العفو، الله يسعدكم يا رب.